الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري، وصلنا إلى الباب 43 بعد 300، باب الأذان يوم الجمعة. في الباب حديث واحد هو 400 بعد 400، عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء. معنى الحديث، يقول السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن الأذان اللي كان موجود، الذي كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، لصلاة الجمعة أذان واحد يقام عند جلوس الإمام على المنبر. يدخل الإمام ويقعد على المنبر، يسلم على الناس، ثم يقف يسلم على الناس، ثم يجلس، ثم يبدأ المؤذن. طيب، هل كان الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجلس، يعني في داخل المسجد، ولا على المأذنة على المنارة؟ اختلفت الروايات في ذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس، زاد النداء الثالث. زاد النداء الثالث الذي يقام اليوم على المنائر، على المنائر المآذن يعني، وسماه الثالث ليه؟ لأنه عد الإقامة نداء، يبقى الأذان والأذان الثاني اللي هو الإيه؟ الإقامة، ثم الأذان الثالث اللي هو استحدث عثمان. لكن هيكون ترتيبه إزاي؟ النداء الأول ثم النداء الثاني، الأذان الأول ثم الأذان الثاني ثم الإقامة. طيب، فين؟ في الزوراء. كان يقام على الزوراء. الزوراء ده موضع بسوق المدينة، ذكر فضيلة الشيخ عطية سالم أنه في موضع المسجد المعروف بمسجد فاطمة، السيدة فاطمة، الكائن بباب المصري الآن. طيب، إيه المستفاد من هذا الحديث؟ أنه لم يكن لصلاة الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم سوى أذان واحد عند جلوس الإمام على المنبر، وإن الأذان الذي يقام اليوم على المنائر أحدثه عثمان رضي الله عنه. طيب، العلماء اتفقوا ولا اختلفوا؟ اختلف العلماء فيه. مالك قال إن الأذان واحد فقط بين يدي الإمام، ونص عليه الشافعي. لكن الحنفية ذهبوا إلى مشروعية الأذان الذي أحدثه عثمان. لماذا؟ لموافقة الصحابة عليه، موافقة الصحابة عليه. الأمر الثاني، معنى ذلك أن هذا صحيح، أذان واحد صحيح وأذانين صحيح. ثانيا، مشروعية جلوس الإمام على المنبر ولا خلاف فيه، ولا خلاف، يضع له كرسي على المنبر ويجلس عليه، بعد ما يسلم على الناس يجلس حتى ينتهي من الأذان ثم يبدأ في الخطبة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.